الآن 19 من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا ونناقش فيها على امتداد ساعتين. بعد نصر حزب الله، إسرائيل تقتل قائد عزيزه وتهدد بإرسال الدبابات حتى الليطاني. إعلام إسرائيلي يتحدث عن رسالة سرية من لبنان لإسرائيل: لا نريد حربا. وخامنئي يقر بضعف المشاركة بانتخابات الرئاسة، والصحف تعكس تخوفا من جليلي. مشاهدينا، ضربة قوية تلقاها حزب الله اليوم بعد إعلانه مقتل محمد نعمة ناصر الحاج أبو نعمة قائد وحدة عزيز بغارة إسرائيلية على سور. ويعد هذا القيادي الثاني البارز الذي يقتل منذ 11 من يونيو حين قتل طالب عبد الله الذي كان كذلك قائد واحد من المحاور الثلاث في جنوب لبنان في غارة استهدفت منزلا في بلدة جوية. وبحسب مراسل الحدث، فقد أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر للمستوى العسكري قبل أيام اغتيال قائد وحدة عزيز. وفي رده أعلن حزب الله قصف مقرين عسكريين إسرائيليين بمئة صاروخ كاتيوشا. معنا مشاهدينا من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا وسهلا بك ناهد. هل توقف رد حزب الله عند هذا الحد أم أنه هناك استعدادات أخرى تشي بإمكانية الرد على مقتل قائد عزيز اليوم؟ ماريا، حتى هذه اللحظة انتهت الردود أو توقفت الردود. هو قام بأربعة عمليات في إطار الرد على هذا الاغتيال، ولكن متوقع بأن تستمر في اليومين المقبلين، كما حصل عندما تم اغتيال أبو طالب. يومها أيضا بقي حزب الله لحوالي أربعة أيام يقوم بعمليات في إطار الرد على اغتيال أبو طالب، ويومها أيضا طال عدة مراكز أو مواقع إسرائيلية ومواقع حساسة ومواقع استراتيجية تعتبر بالنسبة لإسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقها ردا على اغتيال أبو طالب. لذلك من المتوقع بأن يحصل هذا الرد أيضا في اليومين المقبلين، خصوصا وأن حجم أبو نعمة في حزب الله هو ذاته أو الحجم نفسه لأبو طالب أيضا. كلاهما قائدا وحدة من وحدات حزب الله الثلاثة، وهو قائد وحدة عزيز، وكان اغتياله اليوم طبعا ضربة قاسية لحزب الله كما كانت ضربة اغتيال أبو طالب. ولذلك يتوقع بأن يكون هناك رد أعنف من ذلك. اليوم كان استهدف أو قام بأربعة عمليات، بداية أطلق ثلاثة صليات صاروخية باتجاه الجولان، باتجاه ثكنتين عسكريتين نفح وكيلع في الجولان بمئة صاروخ كاتيوشا. بعدها عاد واستهدف ثكنة كيلع مرة أخرى أيضا بصواريخ كاتيوشا، ثم استهدف كريات شمونة بصواريخ فلق، وأيضا كان استهدف موقع أو ثكنة زرعيد بصواريخ بركان. هذه العمليات الأربعة كانت ردا على اغتيال أبو نعمة، وأيضا كان قام بعمليات أخرى على مواقع إسرائيلية منتشرة على الشريط الحدودي في سلسلة أو في إطار العمليات التي يقوم بها يوميا. لذا الترقب الآن إن كان في حال كانت هناك مزيد من هذه العمليات، خصوصا وحتى أن التصريحات لقياديين أو لنواب من حزب الله يقولون بأن الرد على هذه العملية أو على هذا الاغتيال وهذه الجريمة بحسب توصيفهم هو آت. لذلك
هناك توقع بأن تكون هناك ردود أخرى يوم غد، سيتم تشييع أبو نعمي، لذلك قد يكون هذه الردود بعد التشييع، وأيضا هناك ترقب لمعرفة إن كان سيكون هناك من ردود مقابلة من قبل إسرائيل، فكلما يحصل اغتيال يقوم حزب الله بالرد، وبالتالي إسرائيل ترد أيضا على العمليات التي يقوم بها حزب الله. في هذه الأثناء الهدوء عاد إذا إلى الجبهة الجنوبية. ماريا، كان هناك اليوم غارة طيران الحربي لمرتين، مرة على عيت الشعب ومرة على شحين، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال عدة بلدات، ولكن طبعا المشهد الأبرز اليوم كان اغتيال القائد قائد وحدة عزيز في حزب الله محمد ناصر الملقب بأبو نعمة. طيب ناهد، بالحديث دائما عن ما يجري ميدانيا وفي الجنوب تحديدا، هل لوحظ أي تحرك غير اعتيادي لقوات اليونيفل؟ المشهد لم يتغير ماريا، هم كانوا قبل أسابيع عندما شهدت الجبهة أعنف تصعيد يوم بعد اغتيال أبو طالب تحديدا، يومها كان المشهد الأكثر تصعيدا حصل في الجبهة الجنوبية، يومها حصلت بعض الإجراءات الوقائية من المراكز، من إنشاء تحصينات على مراكز قوات اليونيفيل، وهي إجراءات وقائية خوفا من اندلاع الحرب، لأن يومها التصعيد كان يشي بأن الحرب قد تندلع في أي لحظة، لذلك كانت اتخذت هذه الإجراءات. أما اليوم فالمشهد لم يتغير، بالنسبة لقوات اليونيفيل هم لا يزالون يرابضون في مراكزهم المنتشرة على طول الشريط الحدودي، الدوريات التي يقومون بها عادة أيضا على الطرقات لا تزال سارية، لذلك المشهد على الأرض لم يتغير. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف. قال وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت إن القوات الإسرائيلية ستكون مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري ضد حزب الله، وأضاف جالانت أن إسرائيل جاهزة لاتخاذ جميع الإجراءات ضد حزب الله، ولكنها تفضل التوصل لاتفاق في لبنان، محذرا حزب الله بالقول إن الدبابة التي تخرج من عملية رفح يمكنها أن تصل إلى الليطاني. نحن نضرب حزب الله بقوة كل يوم، وسنصل أيضا إلى حالة الاستعداد الكامل للقيام بأي إجراء مطلوب في لبنان أو التوصل إلى تسوية من موقع القوة. نحن نفضل التسوية، لكن إذا أجبرنا الواقع فسنعرف كيف نقاتل. ومع الكشف عن وحدتي نصر وعزيز بعد كمقتل قادتهما بغارات إسرائيلية، ترصد الحدث التوزع الجغرافي لوحدات حزب الله في لبنان في هذا التقرير. كيف تتوزع وحدات حزب الله جغرافيا في لبنان؟ وحدة نصر التي قتلت إسرائيل قائدها طالب عبد الله في يونيو الماضي تتمركز من الحدود مع إسرائيل حتى مجرى نهر الليطاني، أما وحدة بدر فتتمركز عسكريا في الجنوب أيضا من شمال نهر الليطاني حتى مدينة صيدا. أما بالنسبة لوحدة عزيز التي قتلت إسرائيل قائدها أيضا محمد ناصر فتتمركز في القطاع الشرقي جنوبي لبنان حتى منطقة البقاع الغربي، وتتمركز وحدة حيدر في البقاع الأوسط اللبناني مرورا ببعلبك ووصولا حتى الهرمل. أما عن الضاحية الجنوبية لبيروت فتتمركز فيها وحدة لم يكشف عن اسمها حتى الساعة. سيناريو محتمل لما ستكون عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله أوردته الإيكونوميست البريطانية، يرجح هجمات مكثفة بواسطة طائرات مسيرة انتحارية وانقطاع للتيار الكهربائي بشكل دائم وأكبر وابل صاروخ في التاريخ. التقرير يقول إن إسرائيل قد تشن غزوا بريا محدودا لجنوب لبنان، وهي المنطقة التي احتلتها القوات الإسرائيلية حتى عام 2000، ولكن بشكل أبطأ تكلفة أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب الأخيرة 2006. ويتباهى القادة العسكريون الإسرائيليون بأنهم يستطيعون إصابة أكثر من 3000 هدف في اليوم. خلال الأشهر التسعة الماضية جرى إضعاف حزب الله الذي فقد ما يقرب من 400 من مسلحيه والكثير من بنيته التحتية العسكرية في الجنوب. وينقل التقرير عن مسؤولين في المخابرات الغربية القول إن إيران لا تعتقد أن حزب الله مستعد
مستعد لحرب كبيرة. التقرير يعدد تغييرات رئيسية منذ عام 2006، أحدها يتمثل في أن حزب الله حصل على مجموعة واسعة من المسيرات الإيرانية. أما التغيير الثاني فيتمثل بتطور القدرات البرية لحزب الله، وأخيرا باتت القوة النارية لحزب الله أصبحت أكثر دقة وفقا للأيكونوميست. ووفقا للتقرير ستشن إسرائيل غارات جوية بهدف تدمير أكبر قدر ممكن من منصات إطلاق صواريخ حزب الله ومخزوناته من الأسلحة الموجودة داخل القرى. ومن المرجح أن تقوم إسرائيل بالتصعيد عبر ضرب أهداف سياسية بما في ذلك مقرات حزب الله في المدن وكذلك بنية تحتية مدنية لبنانية. إذن مشاهدينا نفتح النقاش على كل مع ضيفنا من بيروت العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. سيادة العميد مساء الخير، دائما معنا في 19. لعلك استمعت إلى هذا التقرير والسيناريوهات التي تحدثت عنها الأيكونوميست البريطانية. برأيك هل فعلا ستقوم إسرائيل إن حصلت فعليا هذه الحرب؟ هل ستنتهج هذا المسلك بشن ضربات تكون أبطأ وأعلى تكلفة باعتبار أن حزب الله 2006 ليس حزب الله اليوم في عتاده وأيضا عتاده وعتيده العسكرية؟ نعم، يعني حزب الله اليوم يتمتع بقدرات أعلى بكثير مما كانت عليها في العام 2006، وكذلك إسرائيل. يعني إسرائيل منذ العام 2006 حتى اليوم طورت أنظمة ذكاء اصطناعي، أربع أنظمة على الأقل، وتستعملها لتحديد الأهداف، وهي بنك معلومات يعود بعضها إلى 40 أو 50 سنة مضت، عن أشخاص، عن مراكز، عن أماكن، عن مراكز، عن ربما أيضا أنفاق. يعني كل ذلك جمع في هذه الأنظمة. وقد في غزة مثلا قال الإسرائيليون أن عشية الحرب نظام جوسبل للذكاء الاصطناعي حدد 35 ألف هدف في غزة. ويعني هذه الأنظمة أكيد أنها حددت عدد مماثل أو عدد كبير جدا من الأهداف في لبنان، وبالتالي تقوم بقصفها بشكل ممنهج بالاستعانة بذكاء اصطناعي آخر يدعى فاير فاكتوري، وهو الذي يوزع الأهداف على ويحدد الطائرات أو المسيرات أو وسيلة الرماية، ربما صواريخ أرض أرض أو مدفعية أو غيره. وهذا يعني يوفر الكثير من المجهود البشري على مستوى الأركان في إسرائيل وعلى مستوى قيادات القطع. ماذا عن الجانب الآخر؟ ماذا عن حزب الله؟ يسهل كثيرا. حزب الله تفضلتم بذكر القدرات التي يتمتع بها، وأريد أن أخص بالذكر ما لم يذكر. مثلا الصواريخ الدقيقة البعيدة المدى من طراز الفاتح 110 والبدر 313 التي أقر نتنياهو أن حزب الله يمتلكها، وأكد ذلك السيد حسن نصر الله منذ 6 سنوات. هذه الصواريخ يمكنها أن تطال كل الأراضي الإسرائيلية، ولديها نظام توجيه ثلاثي، يعني من الصعب أن تخطئ أهدافها، وهي سريعة جدا، وردة الفعل لإسقاطها قصيرة. هذه صواريخ. سيادة العميد، يعني ما نجعت هذه الصواريخ ونحن نرى الردود من قبل حزب الله على إسرائيل ومعظمها تطال مناطق مفتوحة، آخرها صواريخ الكاتيوشا اليوم؟ نعم، حزب الله لم يستعمل هذه الصواريخ حتى الآن، وهو يعرف أنه إذا استعملها يعني أنه يعطي ذريعة لإسرائيل لتوسيع الضربات وتعميقها أكثر وأكثر. وهو لم يستعمل أيضا صواريخ اليخونت، يعني صواريخ أرض بحر مجالها 300 كيلومتر، وهي تستعمل ضد أهداف بحرية مثل منصات الغاز والنفط في المتوسط. وبالتالي هذه الأسلحة لم يستعملها حزب الله، استعمل المسيرات بمهارة عالية، ومن المرجح أن لديها أيضا رادارات يمكنه يعني تتبع المسيرات،
ويحاول الطيران الإسرائيلي منذ مدة كشف أمكنة هذه الرادارات بالتحليق على علو منخفض وخرق جدار الصوت لإجبار حزب الله أو لدفعه لتشغيل هذه الرادارات. طيب سيادة العميد كشفه. وبالتالي كيف وبالتالي التقنيات فضل. طيب عن كل هذه التقنيات التي ذكرتها، ولكن رغم ذلك تقرير الأيكونوميست يقول بأن حزب الله، وحتى بحديث من إيران الممول الرئيسي لحزب الله، تقول بأن إسرائيل غير قادر على شن هذه غير قادر على شن هذه الحرب ضد إسرائيل. كما أيضا أن هناك معطى آخر سيادة العميد لو سمحت لي، لو نقارن مثلا بحرب 2006 والآن، حرب 2006 استمرت 30 أو 33 يوم، لكن الآن نحن على مدى أشهر، ويقال بأن الجانب الإسرائيلي لحد الآن نجح في استنزاف حزب الله. ما رأيك؟ نعم، هذا صحيح، ولكن يجب أيضا إضافة أمور أخرى بالنسبة لشن عمليات إسرائيل التي ستشن عملية على لبنان في حال تطورت هذه الحرب، وليس العكس. يعني الحديث بأن حزب الله ليس لديه القدرات لشن هذه الحرب على إسرائيل، هذا صحيح، حزب الله يعرف ذلك، وهو ليس جيش نظامي، ولا ليس لديه طيران، ليس لديه مدفعية متحركة، ليس لديه دبابات، وهذا طبيعي. هو يمكنه أن يشن حرب عصابات على إسرائيل، وأن يستعمل أساليب حرب العصابات، يعني الإغارات، الكمائن، العبوات الناسفة وغيره، في حال تقدمت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي سيؤذيها ويكبدها خسائر، ولكن ميزان القوى هو لصالح إسرائيل. أما إسرائيل هل هي قادرة أن تقوم بهذه العملية أم لا؟ يعني تفضلتم بالإجابة على هذا السؤال، نعم هي قادرة، ولكن القرار لا يعتمد فقط أكان في إسرائيل أو في لبنان بالنسبة لحزب الله. القرارات لا تبنى فقط على القدرات التقنية والقدرات التكتية والقوة النارية وغيره. طيب. يبنى ذلك أيضا على معطيات أخرى. يعني إسرائيل لن تقوم بحرب إذا الولايات المتحدة حتى هذه الساعة لم تعطيها الضوء الأخضر مثلا. يعني لن يذهب نتنياهو إلى الكونغرس ليلقي خطاب في 25 الشهر الحالي وقواته تخوض حرب في لبنان وعدد من الكونغرسمان هو ضده. هذا أيضا يعني هناك اعتبارات كثيرة يمكن الحديث عنها، ولكن طيب. سيادة العميد، الحرب لا تقرر في تقنيا فقط. طيب سيادة العميد، هل برأيك خلصت إسرائيل بأن استراتيجية استهداف القادة لدى حزب الله هي الأنجع اليوم، وأي رتبة ممكن أن تصل إسرائيل إلى اغتيالها تدفع حزب الله إلى شن هذه الحرب الواسعة؟ نعم، اغتيال القادة لدى حزب الله أكيد يضعف حزب الله، يضرب معنويات حزب الله، ولكن هذا لا يجعل من إسرائيل رابحا في هذه الحرب. ربح الحرب يعني احتلال أراضي، يعني طرد حزب الله من جنوب الليطاني كما أو على مسافة 5 إلى 8 كيلومترات كما تقول إسرائيل، يعني تحقيق أهداف هذه الحرب. قتل القادة لدى الحزب هي وسيلة لتحقيق هذه الأهداف، وهي ليست أهداف بحد ذاتها. طبعا هذه وسيلة تضعف وتجعل من قادة حزب الله حذرين جدا في تنقلاتهم. القائد الذي قتل في صور اليوم مع أحد المرافقين قتل في مدينة صور وليس في الشريط الحدودي، هذا يعني أن على بعد 30 أو 40 أو 50 كيلومتر من الحدود كل كادر من كوادر حزب الله معرض أن يلاحق بالمسيرات أو بوسائل أخرى وأن يتعرض للاغتيال، وهذا أمر يربك ويلهي ويشغل حزب الله عن أهدافه وعن يعني استهداف إسرائيل. أما بالنسبة لشن حرب، أعود وأكرر، حزب الله من الأساس لا يستطيع أن يشن حرب، يمكنه أن يقوم ببعض العمليات المحدودة، ولكن حرب بكل معنى الكلمة هو يستطيع أن يخوض حرب دفاعية كما يخوضها الآن منذ 9 أشهر بالضبط. في البداية هو الذي بادر وكانت إسرائيل ترد، ولكن منذ 7 أشهر حتى اليوم إسرائيل التي تضربه وهو الذي يرد. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت العميد خليل الحلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية.
إلى باريس، حيث وصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين إلى باريس لمتابعة الاتصالات الهادفة إلى منع اشتعال الوضع في الجنوب اللبناني. ويلتقي هوكشتاين مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جون إيف لودريان ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في إطار التنسيق الأمريكي الفرنسي حول التوصل إلى صيغة اتفاق لإنهاء التوتر. دبلوماسي فرنسي كشف للحدث أن باريس تعمل مع جميع الأطراف بما في ذلك حزب الله لخفض التصعيد مع إسرائيل، وأضاف أنه من غير المرجح التهدئة على الحدود اللبنانية قبل وقف النار في غزة. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن عبد الله أبو حبيب وزير الخارجية اللبناني وجه عبر نظيره الآذري جيجون بيراماف رسالة إلى نظيره الإسرائيلي وصفتها بالسرية، ومفادها أن الدولة اللبنانية لا تريد الحرب وتسعى للسلام. وأضافت القناة أن الوزير الإسرائيلي رد على الرسالة عبر نظيره الآذري أيضا قائلا إن بلاده بحاجة إلى إعادة مواطنيها في الشمال إلى منازلهم بطرق الدبلوماسية أو عبر الحرب إن لزم الأمر. من بيروت مشاهدينا معنا الكاتب السياسي إلياس زغبي، أهلا وسهلا بك سيد إلياس معنا في 19. أهلا. لماذا أبلغ الجانب الإسرائيلي من قبل وزير الخارجية اللبناني عبر وسيط آذري مع أنه كان هناك زيارات مكوكية من قبل الوسطاء سواء الأمريكية أو حتى الفرنسية لتلقي جواب واضح عن ملامح هذه الحرب وعن موقف الدولة اللبنانية؟ نعم، يعني عمليا إذا صح هذا الخبر ربما لم يؤكده أي مصدر آخر غير القناة الإسرائيلية، ولم يأتي أي نفي حتى الآن من قبل وزارة الخارجية اللبنانية. لنفترض أن هذا الخبر صحيح، لا يكون هذا التدخل، هذه الرسالة لا تكون من قبل الحكومة اللبنانية، تكون من قبل حزب الله. للأسف الحكومة اللبنانية لا تعمل الآن إلا كصدى أو كغطاء أو كوسيط على الأقل لحزب الله على المستوى الدبلوماسي مع الدول الأخرى. هذه الرسالة في حال صحتها تؤكد أن حزب الله حريص على ألا يتورط في حرب شاملة، لأنه يدرك أن إيران غير جاهزة عمليا للدخول في هذه الحرب، وهو بقدراته مهما تعاظمت وتعملقت لا يستطيع أن يشن حربا، ولو كان يستطيع لفعلها في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي أو في 8 من تشرين الماضي، وعندما كانت إسرائيل مرتبكة جدا بعد طوفان الأقصى، وكان القرار الإسرائيلي مضعضعا، وكان في استطاعة حزب الله أن هو يقول بأنها جبهة إشغال لتشتيت الجانب الإسرائيلي. نعم، هي جبهة إشغال ومساندة، ولكنها عمليا لا يمكن أن تترجم إلى مساندة فعلية. فما جرى في غزة يعني تحول إلى مربعات صغيرة الآن، وربما الحرب بلغت نهاياتها كحرب واسعة وكبيرة في غزة، وهي الآن تحولت إلى حروب صغيرة وحروب محدودة موضعية حول مخيمات، حول مراكز ما تزال حماس توجد فيها، ولكن الحرب الكبرى انتهت عمليا، وإسرائيل أعلنت ذلك، وهي تتحضر ربما إذا كان هناك من حرب في الشمال أي في اتجاه لبنان تحشد قواتها أو تعزز قواتها. واليوم سمعنا أن هناك مثلا لواء جديدا تم إنشاؤه في إسرائيل مخصصا لعملية حرب بالإضافة أو إلى ذلك في شمال إسرائيل باتجاه لبنان. بالإضافة إلى ذلك سيد إلياس، طبعا حسب القناة 12 الإسرائيلية قيل أيضا بأنه الرد على هذه الرسالة على الجانب اللبناني لم يتغير من قبل الجانب الإسرائيلي، بأنه إن لم فعليا يأتي يعني هذا التعامل الدبلوماسي أو الحل الدبلوماسي فإننا سنمشي في حل عسكري. والدليل اليوم كان مضاعفة الاستهدافات للقادة، لقادة حزب الله، وبالتالي هل يمكن القول بأنه تودد حزب الله عبر الدولة اللبنانية أو وزير الخارجية فشل؟
يعني هذا يدل بالتحديد أن حزب الله يحاذر جدا الدخول في حرب واسعة، وهو الآن في مأزق. يعني لنعترف كمراقبين نرى أن وضعه لا يحسد عليه، لأنه أمام خيارين أحلاهما مر، فإما يتراجع ويخلي المنطقة الحدودية، يعني منطقة قوات الطوارئ الدولية ومنطقة الجيش اللبناني إلى شمال الليطاني سلميا ضمن الاتصالات السياسية الدبلوماسية الجارية مع هوكشتاين، مع فرنسا، مع باريس، وتوحيد الجهود الفرنسية الأمريكية، وإما أن إسرائيل ستكون جاهزة لتنفيذ هذا الأمر عسكريا ميدانيا على الأرض. فالمسألة هي لدى إيران تحديدا وليست لدى حزب الله. القرار في طهران، هل تساوم، والسؤال الكبير، هل تساوم طهران على تحويل حزب الله من مقاومة ميدانية مباشرة لصيقة على الحدود مع إسرائيل إلى مقاومة بالمراسلة من بعد؟ أي هل تشبه، هل يتحول حزب الله إلى حوثي آخر أو إلى فصيل عراقي آخر يمارس المقاومة والحرب من بعد عن مسافة، أي بالمراسلة؟ هل الصواريخ والمسيرات تحرر أرضا أو هي مقاومة فعلية؟ وإيران نفسها تقاوم بهذه الطريقة، أي عبر المسافات، وهذه ليست حربا فعلية. الحرب الفعلية تقتضي الالتحام الميداني المباشر. يعني في تقديرنا إذا انسحب حزب الله فعلا بالدبلوماسية أو بالحرب إلى شمال الليطاني، يعني إيران الآن تسوق لفكرة عنوانه الأساسي. نعم، هناك يعني العديد من المتغيرات في الخطابات سيد الياس، سواء من قبل حزب الله أو حتى من قبل إيران. يعني منذ الأمس كنا نقرأ أخبار عن قادة إيرانيين يقولون بأنه بإمكاننا القضاء على إسرائيل ولكن أيدينا مكبلة. الجانب الإيراني يقول بأنه حسب طبعا تقارير غربية بأنه حزب الله غير قادر على شن هذه الحرب، واليوم هناك مسارات أخرى. وبالتالي لماذا هذه اللهجة اليوم، مع العلم بأن الجانب الإسرائيلي هو يقول بأنه ليس لديه شيء يخسره وهو ماض في خططه سواء العسكرية أو غير ذلك؟ يعني في الواقع تحدثنا أن إيران تعد وتحسب إلى أكثر من 100 يعني بالمئة، لأن دخول الحرب يعني هو دخول في المجهول. هل هي تملك إمكانات؟ يعني هي مأزومة سياسيا في الداخل إيران، انتخابات وغير انتخابات بين إصلاحيين ومتشددين وما إلى ذلك، واقتصاديا أيضا في أزمة، وهي في الخارج أيضا لا تتمتع بهذه القدرة والقوة التي يمكن أن تواجه فيها إسرائيل وحدها، لا سيما إذا كانت إسرائيل مدعومة من الغرب، من أمريكا تحديدا ومن أوروبا، ولديها يعني قدرة مالية ومساعدات مالية هائلة، ونحن نعلم أن إيران تعاني صعوبات مالية كبرى. لذلك فإن الذهاب إلى الحرب مشكوك فيه كليا من قبل إيران وحزب الله بالدرجة الأولى قبل إسرائيل. طيب كيف يمكن استغلال هذا المعطى، معطى أنه لا إيران ولا حزب الله يريدان في الدخول إلى هذه الحرب، والرسائل التودد الأخيرة إن صحت فعليا حسب الإعلام الإسرائيلي، كيف يمكن استغلال كل هذه المعطيات من قبل ربما الفاعلين السياسيين في لبنان المعارضين لسياسات حزب الله واتساقهم مع الرؤية الأمريكية الفرنسية لحل سياسي في لبنان؟ هو التزام بالرؤية اللبنانية الوطنية بالدرجة الأولى قبل الالتزام بالرؤية الأمريكية أو الفرنسية أو حتى العربية. هناك معارضة نشطة فعلا وقد نشطت حركتها في الأيام القليلة الماضية، وهي تطرح خارطة طريق لإنقاذ لبنان من حرب مدمرة. هذه الخارطة تبدأ بتطبيق واضح للقرار 1701، وثم القرارات الأخرى وخصوصا 1559-1701. ونحن نعرف أن هذه القرارات الثلاثة إذا ما جمعت ونفذت بشكل متواصل تؤدي إلى حل الميليشيات غير الشرعية، أي حزب الله، وتجعل الجيش اللبناني هو الذي يحمي الحدود ويحمي السيادة الوطنية اللبنانية. المعارضة اللبنانية تتجه في هذا الاتجاه، فهي يعني في عمقها
تطرح خارطة طريق لإنقاذ حزب الله من ذاته، لإنقاذ الورطة الإيرانية في لبنان إذا شئت، طبعا لإنقاذ لبنان بالدرجة الأولى، ولكن لا مفر من تنفيذ مقتضيات القرار 1701 كحل. يعني ربما أمريكا تطالب بتنفيذ القرار 1701، ولكن باريس أوضح بكثير بالورقة التي قدمتها، لأنها تحدثت عن انسحاب إلى مدى 10 كيلومترات لحزب الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت الكاتب السياسي إلياس زغبي. 19 مستمرة وفيها أيضا الإصلاحي يدعو للتصالح مع العالم. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم مشاهدينا. علق المرشد الإيراني علي خامنائي على نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، قائلا إنها كانت أقل من المتوقع، معللا السبب بعدة عوامل لم يذكرها، ومضيفا أنه من الخطأ تماما الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام. البتقدر مرحلة أولى انتخابات، لدينا انتخابات بعد غد، وكما قلنا من قبل هذه الانتخابات مهمة جدا. طبعا في الجولة الأولى من الانتخابات لم تكن مشاركة الشعب كما كان متوقعا، بل كانت أقل مما توقعنا، والآن نأمل أن تشهد الجولة الثانية تجمعا حماسيا للناس ويحافظ على سمعة النظام الإسلامي. لقد قلنا مرارا أن تصويت الشعب يدعم نظام الجمهورية الإسلامي ومصدر فخر له. من واجبنا التصويت لوطننا. هناك أسباب لعدم تصويت الناس في الجولة الأولى ويجب النظر فيها. بالتأكيد كان للمشاكل الاقتصادية تأثير على انخفاض المشاركة، وجليلي وبزشكيان عليهما أن يركزا على حل هذا الأمر. يعاني الناس من مشاكل كثيرة، بعضهم لا يستطيع حتى إطعام أسرهم، حياتهم مليئة بالمشاكل. لم يتقدم المرشحان لحل مشاكل الناس، لقد جاء من أجل البقاء على قيد الحياة، ولا يهتمان بالناس على الإطلاق، إنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم، وكل ما يقولونه هو كذب.
الناس غير راضين. عندما تولى رئيس السلطة كانت قيمة الدولار أقل بكثير، لكنها ارتفعت بعد ذلك كثيرا. الناس يشعرون بالفتور فيما يتعلق بالانتخابات. في رأيي انتهى عصر المحافظين والإصلاحيين. المحافظ جليلي أم الإصلاحي بازشكيان، أيهما أقرب إلى النواة الصلبة للسلطة في إيران؟ في البداية يمكن المقارنة بين الرجلين بالشأن الداخلي. إذا عين سعيد جليلي مديرا لقسم المتابعات في مكتب المرشد الأعلى، ثم أصبح يمثل المرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، واستمر في المنصب ذاته خلال 3 فترات رئاسية. أما مسعود بازشكيان فقد عين وزيرا للصحة، ثم أصبح نائبا عن مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية خلال 5 دورات برلمانية. أما في ملف السياسة الخارجية الإيرانية فقد عمل جليلي في عدد من المناصب في وزارة الخارجية الإيرانية ومساعد الوزير لشؤون أوروبا وأمريكا، بخلاف بازشكيان الذي اعترف بقلة خبرته في مجال الشؤون الدولية، لكنه وعد الناخبين بترك الأمر للخبراء والمختصين. ناحية أخرى يؤكد جليلي على ضرورة اتباع سياسة تحييد العقوبات الغربية على إيران وعدم التفاوض مع الدول الغربية، بخلاف خصمه بازشكيان الذي كرر خلال المناظرات بأنه لا يمكن حل مشاكل إيران الداخلية دون حل المشاكل مع العالم الخارجي، في حين قد يتمكن سعيد جليلي من تمرير قائمة وزرائه في أروقة البرلمان بسهولة، لأنه سيختار أعضاء حكومته من بين النواب الذين ينتمي كثير منهم إلى تكتل جبهة الصمود المحافظة. في المقابل سيواجه بازشكيان تحديات بشأن موافقة البرلمان على وزراء حكومته الذين لا يحملون المؤهلات التي حددت سابقا. ورغم ذلك كله ونظرا لشخصية بازشكيان، فإن احتمال تحديه للنواة الصلبة في السلطة أقل من توقع حلفائه الإصلاحيين. وبالرغم من ذلك تتناقض أفكاره وخططه بشكل أساسي مع خامنئي. وعلى النقيض منه فإن منظومة جليلي الفكرية غير مرشحة كثيرا لتحدي النواة الصلبة للسلطة، ورمزها الأبرز المرشد الأعلى علي خامنئي. مشاهدينا، الصحف الإيرانية اليومية تناولت انتخابات الرئاسة بتخوف، وقد أجمع معظمها تقريبا على اعتبار حجم الاستياء المتراكم على السنوات عبر السنوات الماضية سببا رئيسا. صحيفة أرمان أمروز كتبت عن تكرار وعود انتخابية لم يفي بها مرشحون سابقون عقب فوزهم بالرئاسة أو شغلهم لمناصب مهمة. صحيفة نقش اقتصاد نقلت عن خبراء مخاوفهم من فوز الأصولي سعيد جليلي والآثار المدمرة لسيناريو رئاسته على ملف الاتفاق النووي، الذي يعتبر جليلي رمزا لمعارضته إلى جانب تصنيفه أحد أكبر الشخصيات المعادية لأي شكل من أشكال التواصل والعلاقة مع الغرب عموما وأمريكا خصوصا. صحيفة شرق ذهبت أبعد في حديثها عن احتمال فوز جليلي، فكتبت أنه سيكون بمثابة إنذار خطر على المجتمعين الإيراني والدولي، مؤكدا أنه سيكون سببا في زيادة العقوبات وتفاقم سوء الإدارة وتردي الوضع المعيشي. صحيفة كيهان المقربة من المرشد علي خامنئي هاجمت الإصلاحيين واتهمتهم بالكذب والافتراء من أجل كسب أصوات الناخبين. أما صحيفة اعتماد فرأت أن جميع مشاكل إيران السياسية والاقتصادية مرهونة بقضية محورية واحدة، هي أزمة العقلية الحاكمة التي تتعامل مع الجميع بمبدأ من ليس معي فهو عدوي. على كل المشاهدين نفتح النقاش مع ضيفتي من بروكسل الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. مساء الخير سيدة منى، وأهلا بك دائما معنا في 19. يعني بين الترويج لفوز الإصلاحي بازشكيان وبين الحديث عن حظوظ جليلي وانتقاده ربما الواسع من قبل الصحف الإيرانية، ما الذي يحاول برأيك النظام الإيراني التسويق له من خلال يعني ما يجري ومن خلال هاتين المعادلتين؟
تحياتي لك وللمشاهدين. طبعا مثلا جرائد مثل أرمان اليوم أو اليوم ألمان إمبروز، هاي جرائد اللي ينتقدون جليلي في العادة مقربين للطرف الإصلاحي، وبالعادة استراتيجية الإصلاحيين من بعد محمد خاتمي كانت استراتيجية تخويف الشعب من بؤبع اسمها الأصوليين، وكل مرة كانت هذه الخدعة تمشي على الشعب الإيراني. يعني في انتخابات بين حسن روحاني وبين رئيسي قالوا أنه لنختار حسن روحاني لأنه في حال لم نختار حسن روحاني سيكون البلاد بيد رئيسي ويرجع الطالبان ويرجع المشاكل. في حال في أيام حكم حسن روحاني كان لدينا أيضا مظاهرات عارمة، كان هناك كثير من العنف. الآن كذلك يعني نرى أنه يتعاملون مع سيد جليلي كأنه هو بعبع الأصولي، وكأنما الأصوليين ليست لديهم القوة، لذلك من هذا المبدأ يحاولون يقولون للشعب من الأفضل نصوت لبزشكيان. يعني ليست بالأساس لديهم برنامج صحيح، حتى وعود واضحة للشعب الإيراني، مثلا ليقولون بزشكيان في حال أنا جئت مثلا سألقي شرطة الأخلاق، أو في حال أنا جئت سوف أعمل مفاوضات مع الطرف الغربي، أو إذا جئت أغير من الأنظمة البنكية اللي تسببت كثير من المشاكل. لا يستطيع أساساً يقدم هذا الوعود، لذلك ما يقوم عليه ما شرحته. طيب هذا النهج، هذا النهج بالرغم من كل ما ذكرته، هذا النهج هل سيفلح فعلياً في استقطاب المصوتين؟ خامنئي يقول بأنه من لم يصوت ليس بالضرورة هو ضد النظام. يعني في انتخابات السابقة مشت، ولكن لأنه شافوا حسن روحاني بالأساس لم يستطيع أن يعمل شيء، أظن هذه المرة على رقم أنه إصلاحيين دائما كان يقولون للخامنئي أو لمرشد العلا أنه هم لديهم إمكانية في الشارع الإيراني أن يجلبوا الناخبين ليصوتوا. تبين في هذه الانتخابات وباعتراف من خامنئي أنه الإصلاحيين فقدوا مكانتهم في المجتمع، لأنه في جميع المظاهرات السابقة رفعت شعار الإصلاح والأصولي انتهت اللعبة، يعني لا أنت ولا ذاك لديكم أي تأثير علينا. يعني فينا نقول أنه هذه الانتخابات تبينت أنه خدعة الإصلاحيين اللي مشت تقريبا عقدين من الزمن على الإيرانيين وعلى المجتمع الدولي، الآن أثبتت في هذه الانتخابات أنه هذه الخدعة انتهت بالنسبة للشعب الإيراني، ولم يستطيع بالفعل يجلب كثير من الناخبين إلى صندوق الانتخابات. طيب سيدة منى، يعني يفصلنا بضعة أيام يوم الجمعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولا يزال المشهد ضبابيا على الأقل في دوليا من سيكون رئيس على سدة الحكم في إيران، ولكن برأيك هذا تشتيت الأنظار، ويعني على من سيقع الاختيار في الأخير؟ برأيك الآن من يلائم أكثر خامنئي من بين الاثنين؟ أنا كنت أتوقع خامنئي يقوم بالدعم قاليباف، وبالفعل في على منصة إكس هو تحدث أنه الشخص الذي من المفروض يكون رئيس جمهور القادم كان يعطي مواصفات كانت تطبق على قاليباف، ولكن قاليباف على ما يبدو ظهر قليلا ضعيفا في مناظرات الانتخابية، كما أنه متورط في ملفات فساد هو وأبنائه، لذلك لم يجلب حتى أصوات المحافظين. ما أقول أنه ممكن حتى صدم النظام أنه قاليباف لم يستطيع أن يجلب الأصوات. أما بالنسبة للجليلي، حتى جليلي مثلا كان في دولة ألي أكبر ولايتي على أيام، وكان أحد المفاوضين في برنامج النووي، والجميع اعترف أنه هو فشل في عمله. أحد المفاوضين الطرف الغربي، ماذا بعجالة لو سمحتي، ماذا عن بزشكيان والتقارير تقول بأنه ليس لديه أي خبرة فيما يتعلق بالاتفاق البرنامج النووي والاتفاق النووي والمفاوضات؟ يعني أتوقع في حال بزشكيان صار رئيس الجمهور الإيراني سيأخذ جواد ظريف كأحد المستشارين إذا لم يأخذه كوزير خارجية، وأقل وأظن مع شخصية قوية كشخصية مثل طيب. جواد ظريف هو سيكون متحكم في بزشكيان. سيدة منى أرجو أن تبقي معنا لو سمحت، سنعود إليك. إذن مشاهدينا، دعا مسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي إلى التصالح مع العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكننا أن نحقق أي نتيجة بإغلاق الحدود والقتال مع العالم.
سيدة منى معنا مجددا، يعني هذا التصريح ويصب في الحملة الانتخابية التي ساقها دائما بازشكيان بالميول إلى ربما جانب من الليونة والمرونة والمحادثات والمفاوضات عكس طبعا خصمه جليلي. هل هذا ما سيسعى له فعليا إن جاء على سدة الحكم أم هي فقط سياسة لاستمالة الناخبين وربما يعني تسويق لهذه الصورة بأنه ممكن إيران الآن أن تميل إلى الإصلاحيين؟ ما رأيك؟ يعني لازم نعترف أن هناك رؤيتين مختلفتين داخل النظام الإيراني اللي يرى أنه طريق الأنسب لاستمرار النظام. الطرف الإصلاحي يرى أنه بالانفتاح على العالم على نموذج الصيني ممكن أن نحافظ على استمرار هذا النظام. يعني شخصية مثل جواد ظريف يعشق النظام الإيراني، يريد استمرار الثورة الإيرانية، لذلك مستعد ويرى إيديولوجيا من وتكتيكيا من الأفضل أن يكون لدينا علاقات مع الطرف الغربي. فعندما الإصلاحيين يقولون من الأفضل يكون لدينا علاقات، لهو بالفعل صادقين في هذا الكلام، ولكن هل لديهم قدرة بأن يوفون بوعودهم ويقومون بمفاوضات ويستطيعون أن يلتزمون في وعودهم اللي يقدموها على الطرف الآخر؟ هذه هي المشكلة، لأنه جواد ظريف كان بالفعل يعمل بالمفاوضات، ولكن من ثم كان يرجع ويقول في وزارة الخارجية المتحكم الأول والأخير كان ميدان أو الحرس الثوري، فهو بالأساس لم يستطيع أن يعمل شيء. في حال الطرف الآخر مثل جليلي يرون استمرار النظام من خلال إطلاق على أنفسهم، لأنه يقولون في حال نحن عملنا انفتاح على الدول الغربية سوف يكون لدينا مشكلة في داخل النظام الإيراني، لذلك من الأفضل ننطبق النموذج الكوريا الشمالية، نستمر في النظام الإيراني ولكن من خلال الانقلاق وعدم العلاقات مع الدول الغربية. نعم إصلاحيين يؤمنون بشيء ولكن لا يستطيعون أن يوفون بوعدهم لا للشعب ولا المجتمع الدولي عندما يقومون بالمفاوضات. طيب سيدة منى، أيضا ربما لذلك حسابات أيضا إيرانية مع من سيحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هل هذا النهج بالتسويق بأن الإصلاحيين يميلون أكثر إلى التفاوض وليس ربما إلى التشاحن أكثر مع الجانب الغربي والجانب الأمريكي، هل سيغير شيئا ما؟ الاتفاق اللي وصلوا مع الأوباما كانت من أجل الصدفة، كانت جماعة يعني أوباما اللي هم ديمقراطيين في بيت الأبيض وبالمقابل كانوا إصلاحيين في إيران، لذلك وصلنا الاتفاق. ولكن عندما كان بايدن يعني في دورة الانتخابية الأولى موجود إجا رئيسي، لذلك لم يستطيعوا بالفعل يقومون بأي مفاوضات. أظن هذه مرة إذا مثلا لنفترض جدلا إذا ترامب دخل في بيت الأبيض ممكن ليس لصالح النظام الإيراني ليكون سعيد جليلي في باستور أو الإدارة الرئاسة، لأنه ممكن يزيد الضغط على النظام الإيراني، ممكن يحتاجون شخصية مثل بازشكيان حتى يهدي الأوضاع حتى يخف الضغط على النظام الإيراني ومجتمع الدولي. المشكلة الأخرى أيضا كانت أنه بأيام ترامب كان يضغط على النظام الإيراني، ولكن الدول الأوروبية لأنهم لم يريدوا أن يكونوا في نفس نقول جبهة ترامب لم يكونوا يساعدون يدعمون الولايات المتحدة الأمريكية فتركوا المجال مفتوح. وعكس من ذلك عندما إجا بايدن بكل تراجع وضعف الدول الأوروبية أروا أنه بالفعل كان غلط كل هذا التراجع أمام النظام الإيراني. فنرى أنه كل مرة لا يجتمع جميع العناصر للضغط على النظام الإيراني. هذه المرة اللي نرى إذا مثلا إجا بالفعل بايدن استطاعت الدول الغربية أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية أن يضغط على إيران ويأتي سعيد جليلي، أظن يكون وضع كارثي على النظام الإيراني، فمن أفضل يأتي بازشكيان. طيب سيدة منى، يعني على حسب إن أتى بازشكيان على سدة الحكم في إيران وإن فاز ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، سنكون أمام ربما رؤيتين مختلفتين ونهجين مختلفين، ولكن ليس هذا سؤالي. سيدة منى بعجالة لو سمحتي لي، هل تتوقعين نسبة مشاركة أكثر في الجولة الثانية مقارنة بالجولة الأولى؟
يعني مع الأسف لا نستطيع بالفعل نجزم بأرقام، لأنه أنا قلت قبل مرة على الأرقام اللي قدمت تبينت فيما بعد يعني كلها قابلة للتقسيم على 3، معناتها تم ضربها أما على 3 أو على 1.5. يعني هل هي أرقام صحيحة حتى نحكم عليها؟ لأنه إذا ننظر للأرقام، في حال نجمع أصوات الأصوليين اللي صوتوا لقاليباف وصوتوا لجليلي، لأنه قاليباف قال الآن أنا أدعم جليلي، من مفروض من الطبيعي أن سعيد جليلي يأتي بالأصوات، فحظوظ بزشكيان قليلة جدا. صراحة صعب جدا الآن نقدم هذه يعني توقع أنه من يكون فائز في الانتخابات الإيرانية، ولكن أرى أنه بزشكيان أفضل لاستمرار النظام، وسعيد جليلي سيكون كارثيا على النظام نفسه قبل ما يكون كارثيا على الشعب الإيراني. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بروكسل الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير على استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسباق الرئاسي، مشيرة إلى أن بايدن ليس لديه أي نية للتنحي، بل سيركز على بناء سجلاته الرئاسية بحسب تعبيرها. لا أستطيع أن أطرح شيئا من شأنه أن يغير رأي الرئيس، لقد كان واضحا للغاية وسيستمر بالسباق الرئاسي وبناء سجلاته الرئاسية، هذا ما سيركز عليه الآن. الرئيس بات محاصراً، والأصوات الهامسة التي تطالبه بالتنحي أصبحت أكثر جرأة وباتت تتحدث علناً باستبداله لتفادي خسارة متوقعة، ليس فقط في البيت الأبيض لكن أيضاً في مجلسي النواب والشيوخ. الدعم العلني للرئيس بدأ يتراجع، وحملته تحاول يائسة إقناع الناخب أنه المرشح القادر على هزيمة ترامب. الرئيس سيجري مقابلة تلفزيونية وسيعقد مؤتمراً صحفياً ليثبت أنه لا يعاني من مشاكل إدراكية، وابنه هانتر المهدد بالسجن يحضر اجتماعاته مع مستشاريه، وزوجته وشقيقته تدعمان بقائه في السباق وبقوة. استطلاعات الرأي الأخيرة لمحطة CBS أظهرت أن أغلبية من الناخبين يريدون خروج بايدن من السباق. المعضلة الآن هي أن على بايدن أن يقرر خلال فترة وجيزة ماذا سيفعل، وخصوصا قبل عقد المؤتمر الحزبي في منتصف الشهر القادم. القرار الحازم طبعا سيأتي عندما يطالب قادة الحزب في مجلسي النواب والشيوخ حكيم جيفري وتشاك شومر وكذلك الرئيس السابق باراك أوباما بايدن بالانسحاب، لكن لا توجد ضمانات بأن المرشح البديل سواء كانت كاميلا هاريس أو غيرها سيهزم ترامب. وطبعا هناك العديد من الأسئلة، لماذا تأخر الحزب الديمقراطي عن إدراك حقيقة مشاكل بايدن الذهنية أو حتى إقناعه بعدم الترشح لولاية ثانية؟ شخصيات بارزة من معسكر الديمقراطيين لا تزال تطرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية للرئيس جو بايدن، ويبدو أن صبرهم بدأ ينفد وصولاً إلى حد صدور أول دعوة علنية لانسحاب الرئيس من السباق الرئاسي، فيما يستعد 25 نائباً ديمقراطياً آخرون في الكونغرس لدعوته للتنحي إذا ظهر مهتزاً مرة أخرى. آمل أن يتخذ القرار الصعب والمؤلم بالانسحاب، أدعوه بكل احترام للقيام بذلك. يجب ألا يسلمنا إلى ترامب عام 2024. منذ تلك المناظرة الكارثية تنقسم الآراء داخل الحزب الديمقراطي، بعض كوادره بدأوا مترددين وحذرين، وربما أرادوا منح بايدن فرصة لتهدئة القلق عبر عقد مؤتمر صحفي، لكنه لم يقم بذلك حتى الآن. واعتبرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة والديمقراطية أنه من المشروع التساؤل حول الحالة الصحية للرئيس بعد المناظرة. أما صحيفة واشنطن بوست فقد كشفت أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أبدى مخاوف من نتائج هذا السباق سراً، خاصة بعد أداء بايدن المتعثر في المناظرة. النائبة الحالية كاميلا هاريس كأعضاء آخرين لا تزال تقف في صف رئيسها علناً على الأقل.
جو بايدن هو مرشحنا، لقد هزمنا ترامب مرة من قبل وسوف نهزمه مرة أخرى، نقطة. وبينما يعزو الرئيس جو بايدن أداؤه السيء إلى انتكاسة عانى منها في المناظرة، تتهاوى ثقة الكثيرين فيه بوتيرة لم يسبق لها مثيل. رعاة الحزب الديمقراطي ينظرون إلى حملة بايدن باعتبارها نهاية العالم، ويعتقدون أن الحزب يحتاج إلى خطة بديلة. وفي استطلاع داخلي أجراه راع رئيسي للحزب، تبين أن 74% من المشاركين فيه يطالبون بمرشح جديد، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية. نهاية الساعة الأولى من 19 لم يبقى سوى ما جاء فيها، بالتذكير بما جاء فيها. بعد نصر حزب الله، إسرائيل تقتل قائد عزيزه وتهدد بإرسال الدبابات حتى الليطاني. إعلام إسرائيلي يتحدث عن رسالة سرية من لبنان لإسرائيل، لا نريد حربا. خامنائي يقر بضعف المشاركة بانتخابات الرئاسة، والصحف تعكس تخوفا من جليله. مشاهدينا نعود ونلقاكم في الساعة الثانية من 19 بعد لحظات ومزيد من الملفات، ابقوا معنا. وبين الأسلاك الشائكة هذه ما يظنون أنها حياة أفضل. الوجهة أوروبا، وعلى الأقدام مشوا إليها هاربين من عراقيل لم تمنعهم من المرور عبرها. يظنون أنهم وصلوا إلى بر الأمان، لكن الحقيقة أنهم بوصولهم تتلقاهم السلطات البريطانية وتعاملهم كخارجين عن القانون. هلا ما فيني أكد لك إنه المحامي حيقدر يوقف الترحيل. أنا بنظري أو أنا بعتقد إنه هاي السنة حيصير في ترحيل، في عالم حتترحل. على الأرض السبت 9:30 على شاشة العربية. قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بيانات واضحة وأدلة واضحة لتعاونه مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رفعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع، إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبوا
مهلة. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. الآن 19 من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من 19، وفيها الموساد تلقى رد حماس، محور فيلادلفيا عقبة مستجدة، ومسؤول إسرائيلي يتحدث عن أراضيه. محاولة انتحار ومعاملة بالمثل، فصائل غزة تضغط على نتنياهو في ملف الأسرى. برزاني ينهي قطيعة السنوات الست والسوداني يصف الزيارة بالمهمة لبناء الثقة. وعشية انتخابات تاريخية، محافظو بريطانيا يقرون بتفوق عمالها. مشاهدينا، قالت حماس إنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء لوقف الحرب في غزة، فيما أعلن الموساد تلقي رد حماس عبر الوسطاء على عرض صفقة التبادل. وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تجري دراسته، وبحسب مسؤول إسرائيلي فإن رد حماس يمكن أن يشكل أرضية للتفاوض التفصيلي حول صفقة تبادل. مصادر إسرائيلية كشفت أن مقترح الصفقة التي ردت حماس عليه كان قبل سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، وبالتالي فإنه حتى لو جاء رد حماس إيجابيا على الصفقة سينشأ خلاف حول بقاء إسرائيل بمحور فيلادلفيا. وتضيف المصادر أن الخلاف حول بقاء إسرائيل بفيلادلفيا سيسبب مفاوضات غير قصيرة عبر الوسطاء. وأعلنت سرايا القدس جناح الجهاد المسلح أن بعض الأسرى الإسرائيليين حاولوا الانتحار بعد أن بدأت في معاملتهم بنفس الطريقة التي تعامل بها إسرائيل السجناء الفلسطينيين، مضيفة أن ذلك جاء نتيجة الإحباط
الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين بحرمانهم من بعض الامتيازات، ولم تحدد الحركة الفلسطينية المسلحة الإجراءات التي اتخذتها بحق الرهائن الإسرائيليين. أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو أن 96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو الجوع الكارثي، مشددا على أن الأمر لا يتعلق فقط بإحضار الطعام بل يتعلق بالصحة والماء. 96% من سكان غزة يعانون من حالة طوارئ أو انعدام أمن غذائي أو انعدام أمن غذائي كارثي. هذا ببساطة غير مقبول، يجب أن نحرز تقدما في هذا الشأن، والأمر ليس فقط بإحضار الطعام بل يتعلق بالصحة والماء والصرف الصحي. كنا قاعدين في الخيمة هذه 3 أنفار، ما استفقنا إلا رضم وعجة، يعني خبطت الدار من دون أي إنذار، يعني فيش إنذار، صاروخين ورا بعض. ضبط الرجلين بس بتفوت. مشاهدينا، معنا من رام الله رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس. أهلا وسهلا بك سيدة قدورة معنا في 19 لنبدأ من هذا المسلك الجديد والنهج الجديد للفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة الجهاد بالتعامل مع الأسرى الإسرائيليين بالمثل كما تعامل إسرائيل الأسرى الفلسطينيين. برأيك هل هناك إجماع بين الفصائل حول هذا النهج الجديد؟ هل كل الفصائل في حركة في قطاع غزة تعامل الأسرى بالمثل؟ يعني أعتقد أن ذلك نابع أو تعبير عن حالة غضب جراء ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحق الأسرى والمعاملة الوحشية التي يحظى بها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني. لكن يعني لا أعتقد أننا يجب أن نتصرف مثلهم، فنحن نتصرف استنادا إلى قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا في التعامل مع الأسرى، ولسنا يعني مقلدين للاحتلال في تصرفاته. ربما ما صدر عن الإخوة في الجهاد الإسلامي مصدره أو مبعثه هو حالة الغضب الشديد من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ومن تابع من خرجوا من الأسرى الإسرائيليين ومن خرجوا من أسرانا نحن الفلسطينيين يجد الفارق بين ثقافتين، بين منهجين، بين من يؤمن بإنسانية الإنسان وكيفية معاملة الأسير. يعني المقاومة في حرب وتعيش في الأنفاق وفي ظروف قاهرة وتحت القصف، ورغم ذلك يعني عمل الأسرى معاملة حسب القانون الدولي وحسب قيمنا نحن ك
كشعب فلسطيني وكثورة فلسطينية. لماذا هذا التغيير سيد قدورة؟ أنت تتذكر المشاهد التي سلم بها الفصائل الفلسطينية الأسرى الإسرائيليين لدى الجانب الإسرائيلي، وحتى كان هناك حديث وشهادات أيضا من قبل الأسرى عن طريقة التعامل الحسنة من قبل الفصائل الفلسطينية. لماذا هذا التغيير؟ أم أن الفصائل أدركت بأن هذا النهج لن يجدي نفعا مع إسرائيل، وبالتالي نشكل عامل ضغط أكثر بمعاملة أسراهم كما يعاملوا أسرانا؟ أنا أعتقد نعم أن الهدف من ذلك هو الضغط، لعل ذلك يؤدي إلى كبح جماح إسرائيل ودفعها للتوقف عن تعذيب أبنائنا وبناتنا في سجونهم. ولكن يعني أما وأننا نتعامل مع حكومة يمينية فاشية عنصرية متطرفة، حكومة إرهاب، فذلك بالنسبة لشخص مثل نتنياهو أو إيتمار بن غفير أو سموتريتش هذا خبر خير، ربما هذا ما يريدونه ليوظفوه في يعني عرضهم لمواقفهم وفي تبرير سلوكهم أمام عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يتظاهرون بانتظام وباستمرار وبشكل كثيف من أجل ممارسة الضغط على حكومتهم لتذهب باتجاه صفقة. وبالتالي مرة أخرى أنا أقول، وهذا يعني يجب أن يكون أولا موقف يمثل كل فصائل المقاومة، وهنا انفرد الإخوة في الجهاد الإسلامي في هذا الموقف، والذي مرة أخرى أؤكد بأن مصدره طيب الغضب. هل سيحسن من شروط صفقة التبادل بين الجانبين أم سيأتي بنتيجة معاكسة؟ يعني بالنسبة للتبادل لا علاقة للمعاملة بالتبادل، في نهاية المطاف الممر الإجباري الذي يتيح النزول عن الشجرة لإسرائيل ولنا أيضا نحن هي عملية التبادل. كل التلكؤ الذي كان طيلة الأشهر الماضية سببها كان نتنياهو وعدم رغبته في إنجاز صفقة وتصديره للوهم للإسرائيليين ولحلفائه للولايات المتحدة الأمريكية بأننا سنتمكن، لسنا مضطرون لعقد صفقة وسنتمكن من تحقيق الانتصار المطلق الذي كثيرا ما تشدق به بما يشمل تحرير الأسرى الإسرائيليين عنوة. الآن يعني في البداية كان يقول حين ندخل خان يونس فيها كل القيادة وفيها كل الأسرى، مكث أكثر من شهرين في خان يونس، دمرها، نفذ كل المجازر وفشل، ثم قال أن رفح هي الامتحان الأكبر، وها هي العملية العسكرية الإجرامية في رفح توشك على نهايتها أو استهلكت كل خطواتها. ولذلك سيعودون إلى نقطة الصفر، أنه كما قالت المقاومة في اليوم الأول للحرب أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين راهن بعقد صفقة تتضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مناضلين من سجون الاحتلال. طيب يعني عائلات الأسرى منذ قليل قالوا بأنه لن نسمح لوزراء في حكومة نتنياهو بتعطيل صفقة التبادل. برأيك يعني مع هذه المظاهرات وأيضا يعني السجالات التي تطفو إلى السطح سواء في قبل حزب الليكود حزب نتنياهو أو حتى في حكومة نتنياهو، كيف يمكن الاستفادة من هذا الزخم لتحقيق اختراق ماء في هذه الصفقة ووقف لإطلاق النار؟ يعني من ضمن مفاعيل هذه القضية هي الحركة الشعبية الواسعة التي التحمت، يعني الحركة المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والذهاب للصفقة ووقف الحرب التحمت مع التيارات القلقة على مستقبل دولة الاحتلال إسرائيل بسبب الانقلاب القانوني وبسبب الكوارث التي جلبتها حكومة اليمين الفاشل المتطرف على إسرائيل. فهذا الالتحام يعني خلق قاعدة شعبية واسعة، وصار وفقا لكل الاستطلاعات الرأي هناك أغلبية كبيرة من المجتمع الإسرائيلي يريدون إتمام الصفقة، بالتالي تراكميا هذا سيقود في نهاية المطاف إلى رضوخ نتنياهو
نتنياهو مستعد أن يرضخ ويذهب، ولكن هو يريد أيضا في الوقت ذاته أن يحافظ على الائتلاف الحاكم وشركائه تحديدا إيتامار بن غفير وسموتريتش، يهددان أن الذهاب إلى صفقة ووقف الحرب يعني سقوط الحكومة، وهو الأمر الذي لا يريده نتنياهو. طيب على المقلب الآخر سيد قدورة، كيف يمكن يعني توظيف ما أقدمت عليه حماس أو حركة الجهاد عفوا اليوم ما يتعلق بمعاملة الأسرى في العودة إلى تنشيط ملف معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين مع المنظمات الأممية والدولية، خاصة مع التصريحات الأخيرة للأمم المتحدة بشأن معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين؟ يعني هو لابد من تكثيف كل الجهود من أجل وقف جرائم دولة الاحتلال، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم التعذيب والتجويع وقطع الأطراف والاعتداءات المستمرة التي أدت لارتقاء شهداء، كل ذلك مبررات وأسباب لاتخاذ إجراءات ذات طابع عملي من المجتمع الدولي، وهذا الذي نحاول أن نعمل عليه بالتعاون مع كل أصدقائنا وحلفائنا سواء كانت دول أو منظمات حقوقية. يعني برأيي أن العالم يتلكأ ويتردد ويتلعثم حين يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل، ولكن هذا لن يدوم إلى النهاية. في نهاية المطاف يعني كما نعمل وندعو إلى حركة شعبية واسعة هنا في الضفة الغربية وفي القدس لمساندة الحركة الأسيرة وتوفير مظلة حماية للأسرى من بطش الاحتلال. يعني أظن أن العالم ضاق ذرعا بإسرائيل وسياساتها وجرائمها، وبالتالي يعني لابد وقريب إن شاء الله أن تتخذ إجراءات، ونحن بانتظار. أي نوع من الإجراءات؟ نعم الإجراءات كثيرة، أهمها وأولها أن تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل، رئيس الوزراء ووزير حربه وكذلك ضباط ووزراء آخرين. وكما تابعتم بالأمس يعني كانوا يريدون تحقيق قضية تحقيق مع بن غفير لتحاول أن تبدو إسرائيل أنها يعني دولة تحقق مع نفسها وتحاسب نفسها وبالتالي توفر لنفسها مظلة حماية من المقاضاة في المحاكم الدولية. ثم لابد من وقف بعض الاتفاقيات المبرمة بين كثير من دول العالم، كذلك مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين هي تمثل خسارات. يعني الدول التي اعترفت سجلت موقف وانحازت للحق وانحازت للقانون الدولي، وبالتالي على الدول الأخرى أن تحذو حذوها وأن توقف كثير من الاتفاقيات، تحديدا تلك التي تحمل طابعا عسكريا وتبادل عسكري. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من رام الله رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس. مشاهدينا إلى الملف العراقي، حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي أنه تم قطع شوط مهم في بناء الثقة بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان. تصريحات السوداني جاءت بعد لقاء عقده مع وفد بقيادة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي يزور العاصمة بغداد للمرة الأولى منذ 6 سنوات. بعد قطيعة استمرت 6 أعوام واصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد، وأجرى سلسلة لقاءات بدأها بلقاء رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لينهي بذلك القطيعة مع القضاء العراقي والحكومة في آن واحد معا بعد خلافات طغت على العلاقة بينهما خلال الفترة الماضية حول جملة من الملفات الحساسة، على رأسها صادرات النفط ومرتبات موظفي الإقليم والموازنة، إضافة إلى قانون انتخابات برلمان الإقليم. نحن قطعنا شوط مهم في بناء الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتجاوزنا المشاكل الكثيرة والموروثة منذ سنوات وفق الدستور والقانون، ونحن ماضون باتجاه فتح فرص التنمية وآفاق المستقبل بالشكل الذي يعود على شعبنا في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار. كان حوارنا حوار بناء، سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي
أو فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، وكانت وجهات النظر متطابقة. من بين أهم اللقاءات التي أجراها بارزاني في بغداد تلك التي جمعته بكبار قادة الإطار التنسيقي في منزل زعيم تيار الحكم عمار الحكيم، وحضره بعض قادة الفصائل المسلحة القريبة من إيران، حيث استحوذ ملف العمليات العسكرية التركية والتي بدأت تتسع داخل محافظة دهوك، إضافة إلى وجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل إقليم كردستان وفي منطقة سنجار بمحافظة نينوى على جدول أعمال هذا اللقاء. يعني ربما يكاد يكون هي تجويج لجملة من الزيارات السابقة ما بين المركز والإقليم، ابتدأ السيد نيتشرفان بارزاني، السيد مسرور بارزاني، وكذلك القيادات بغداد السياسية في هذا الاتجاه، رغبة من كلا الطرفين في أن تكون العلاقة القادمة قائمة على أساس الثقة والنوايا الطيبة، وهذا ما أشار إليه الرئيس مسعود البارزاني. بينما تركز بقية اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين على إيجاد حلول للملفات العالقة من بينها مرتبات قوات البيشمركة وقانون النفط والغاز، إضافة إلى أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية. مشاهدينا، منذ عقود يخيم التوتر على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي طالما حظي بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة على خلفية عدة قرارات قضائية أصدرتها بغداد بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحيته. ملف الصادرات النفطية هو أهم الملفات الشائكة بين الحكومتين، إذ أن الإقليم كان له مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها بدون موافقة حكومة بغداد. لكن منذ مارس 2023 توقفت تلك الصادرات إثر قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، والتي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن. ووافقت أربيل لاحقا على تمرير مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد مقابل الحصول على نسبة من موازنة الحكومة الاتحادية، لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب عدة خلافات قانونية ومالية تشمل أيضا تركيا. رواتب الإقليم هي مشكلة أخرى، فيما ذهب مسؤولون في حكومة كردستان ونشطاء إلى حد التلويح بتدويل القضية، متهمين الحكومة الاتحادية بالمماطلة في تسوية الملف. واحتج ألف الأكراد في عدد من المناسبات على تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، محملين بغداد المسؤولية عن الأزمة، فيما تتهم أربيل بغداد بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها، بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات على الأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أصدرت في فبراير الماضي قرارا يلزم حكومة السودان بدفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة دون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي. وأكدت بغداد التزامها بالقرار، لكنها اشترطت تقديم قوائم في أسماء موظفين، فيما أكدت مصادر من مالية كردستان أنه تم إرسال القائمة لبغداد منذ فترة. مشاهدينا، نفتح النقاش بخصوص هذا الموضوع مع ضيفي من بغداد، مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي، من أربيل القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتورة ميادة النجار. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من بغداد سيد حسين، هل برأيك ترممت الثقة بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد بعد زيارة بارزاني إلى بغداد بعد 6 سنوات؟ وهل لزيارة نجرفان بارزاني إلى طهران دور في ترميم هذه الثقة اليوم؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيفتك الكريمة، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. يعني أكيد الحزب الديمقراطي الكردستاني هو واحد من الأحزاب المهمة في إقليم كردستان، وكذلك من الأحزاب العراقية المشاركة في حكومة الأستاذ محمد شيع السوداني، وفي دعم هذه الحكومة وحضور الزعيم الوطني السيد مسعود البرزاني حقيقة العاصمة بغداد، هو دلالة على قوة العلاقة الآن بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان من جهة، وبين القوى السياسية في إقليم كردستان مع القوى السياسية في
كل العراق، وهذا بالتالي ما لاحظناه في الجلسات المتعددة التي الآن قادها السيد رئيس وزراء باستقبال السيد مسعود البرزاني في العاصمة بغداد والوفد الرفيع المستوى الحاضر معه، وكذلك بالمقابل حضور قادة القوى السياسية العراقية في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك الإطار التنسيقي واللقاءات الثنائية التي أجراها السيد مسعود البرزاني في العاصمة بغداد التي سيجريها مع الرئاسات الثلاثة، وكذلك بالمقابل مع الزعماء السياسيين، وكذلك بالمقابل مع كل من السفراء والمسؤولين. وهذا بالتالي دلالة كذلك على أن هذه الزيارة هي زيارة منتجة تأتي في إطار العمل المشترك والذي أشار إليه السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني، من أن هنالك العديد من الملفات قد تم حلها، وكذلك بالمقابل هنالك ملفات أخرى تخضع إلى الإطار الدستوري والقانوني، وكذلك للحوار ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وبالتالي الحكومة تسعى حقيقة إلى أن تكون هنالك مسار جديد للعلاقات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهذا ما نجح به السيد محمد الشيع السوداني في إدارة الأزمات التي كانت هي أزمات ممتدة من الحكومات السابقة في إطار السياق الدستوري والإطار كذلك القانوني، وهذا عمل مشترك وما تحدث به كذلك السيد مسعود برزاني في لقائه مع السيد رئيس الوزراء وقادة القوى السياسية، كان رسالة مهمة جدا التي يمكن حلحلتها من خلال هذا اللقاء. ولكن دكتورة ميادة، أتوجه لك بنفس السؤال، هل فعليا اليوم زيارة مصطفى نجرفان مصطفى نجرفان برزاني، هل فعليا زيارة نجرفان برزاني إلى طهران كان لها دور في جسر هذه الهوة بين بغداد وإقليم كردستان؟ تحية طيبة لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهدي الكرام. طبعا هناك كثير من المشاكل والأزمات دولية وتؤثر على المنطقة سلبا أم إيجابا، وإذا كان هناك تأثيرات دولية من هذه الأزمات، يعني حصة العراق لديها حصة من هذه الأزمات سلبا أو إيجابا، ستعكس على إقليم كردستان. وقادة إقليم كردستان سيد نجرفان برزاني وسيد مسرور برزاني هما الشخصيتان البارزتان، رئيس الحكومة ورئيس الإقليم، يسعيان دائما في استقرار الوضع السياسي العراقي، لأن سينعكس على إقليم كردستان أيضا. وحضرتك تعرفين سيد مسعود برزاني ركن أساسي وركيزة أساسية لاستقرار العملية السياسية في العراق، وزعيم مسعود هو أحد الأعمدة الرئيسية والمهمة في بناء الدولة الفيدرالية، ونحن نسعى دائما لبناء دولة فيدرالية مؤسساتية، وجنابه زعيم مسعود برزاني لن يتخلى عن دوره في تقديم مساعدات لبناء دولة فيدرالية مؤسساتية. وكما نعم دكتورة ميادة، لو سمحت لي أعود للسؤال بطريقة أخرى، هل لو ما كانت هذه الزيارة إلى طهران ولو ما بادرت الاتحادية العراقية بتغيير فيما يتعلق أو تقديم نوع من التنازلات فيما يتعلق بالقرارات، قرارات المقاعد، مقاعد برلمان إقليم كردستان والتي بسببها تأجلت هذه الانتخابات، هل كانت لهذه الزيارة أن تحدث لولا ذلك؟ سيدتي العزيزة، نريد أم لا نريد، نحن لدينا حدود آلاف الكيلومترات مع الدولة الجارة، مع إيران، والقرار السياسي أكيد، والقادة السياسيين في الحكومة الاتحادية والقوة السياسية الاتحادية لهم علاقات واسعة مع الدولة الجارة، فأكيد هناك تأثيرات، سواء كان لا نستطيع نقول يعني قراراتهم تؤثر على قرارات الاتحادية، ولكن نستطيع أن نقول بأن نريد أم لا نريد هناك تأثير على القرارات السياسية في العراق. طيب، فزيارة سيد نجرفان برزاني إلى طهران وإلى دول أخرى لحلحلة الملفات والأزمات الموجودة في المنطقة، وليس فقط على الانتخابات أو على موازنة الإقليم أو على رواتب موظفي إقليم كردستان، بل هناك
هناك كثير من الأزمات في المنطقة. نعم. فنحن كأقليم كردستان جزء من العراق سنزعى دائما إلى استقرار الوضع العراقي، لأن العراق طيب. هو دولة مهمة في المنطقة، فاستقرار العراق تعكس على استقرار المنطقة برمتها. فنحن نسعى إلى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق. أرجو أن تبقي معي دكتور حسين. برأيك هل نجحت هذه الزيارة اليوم في تدليل العقبات وتبديد المخاوف، خاصة فيما يتعلق بدفع الرواتب لقوات البشمركة، بأيضا ما يتعلق باتفاقية النفط، بتبديد المخاوف بشأن عملية عسكرية تركية؟ هل كل ذلك تحقق من خلال هذه الزيارة، أم نحن نتحدث عن خطوة أولى أمام الآلاف من الخطوات؟ لا، أكيد هنالك خطوات كانت يعني في الأشهر الماضية حقيقة من قبل الحكومة الاتحادية، ومنذ اليوم الأول للحكومة العراقية التي قادها السيد محمد شياع السوداني كان هنالك عمل ما بين الحكومة يعني الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مواجهة قضية الرواتب، قضية النفط، قضية كذلك الأمن، وقضية الحدود، وقضية المراكز الاستخبارية المشتركة على المناطق ذات الاهتمام المشترك. وهنالك الآن تعاون كبير بين قيادة العمليات المشتركة مثلا على جانب الأمني مع قوات البشمركة، وما بين وزارة الدفاع وقوات البشمركة في مواجهة فلول التنظيم الإرهابي، وكذلك بالمقابل فيما بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الإقليم، وكذلك الانتشار على الخط الصفري سواء على الجانب الإيراني أو على الجانب التركي. هنالك فتح للمخافر الحدودية ورفع العلم الاتحادي، وهذه كلها تطورات كبيرة الآن تأتي حقيقة في إطار العمل المشترك الذي عمل عليه السيد رئيس الوزراء، والذي بنى وبنى مسار كذلك سياسي مغاير عن الحكومات السابقة. وهذا ما تحدث به السيد مسعود برزاني حول أن السيد السوداني كان عامل ثقة أساسي لصناعة سياسات وطنية تأتي بالجميع على طاولة واحدة، سواء في ائتلاف إدارة الدولة أو في الإطار التنسيقي أو كذلك عبر مجلس الوزراء أو مجلس الأمن الوطني. ولاحظنا كذلك هنالك شراكة في القرار السياسي والأمني، وهذا ما نلاحظه حقيقة بمشاركة فاعل من قبل الوزراء من الأقوى الكرد العراقيين الذين كانوا فعالين جدا في هذه الحكومة، وكذلك كانوا يشاركون في القرار. كذلك في مجلس الأمن الوطني هنالك حضور يعني قوات البشمركة ورئاسة أركان البشمركة في هذه الاجتماعات التي تجري في مجلس الأمن الوطني، وبالتالي روح الدولة الاتحادية بدأت تزدهر وتعمل من أجل مواجهة التحديات التي ورثناها على مدى 20 سنة. نعم. منها السيادة والأمن وكذلك الاقتصاد و توفير الفرص الاستثمارية وتعزيزها، وهذا بالتالي ما يعمل عليه السيد رئيس وزراء السيد محمد شياع السوداني في استقباله للسيد مسعود البرزاني وكذلك بالمقابل للحكومة في إقليم كردستان العراق. نعم. طيب أعود إلى ضيفتي الدكتورة ميادة. يعني بعد كل هذه الأزمات والخلافات التي ظهرت إلى العلن سواء من قبل الإطار التنسيقي مع إقليم كردستان والحزب الديمقراطي، برأيك اليوم دكتورة ميادة ما الذي سمعه تحديدا مسعود بارزاني خلال هذه الزيارة؟ هل تلقى تطمينات فعلية يمكن أن تمضي بها قدما العلاقات بين الإقليم وبغداد؟ دكتورة ميادة. أسمع حضرتك. تفضلي. طبعا أكيد كان هناك أزمات وخلافات، وفي بداية تشكيل أي حكومة كان هناك اتفاقات ووعودات وتطمينات، وبعد تشكيل الحكومة يذهب الاتفاقات والعهودات وجميع الاطمئنانات. فمن 2003 لحد تشكيل حكومة السيد السوداني كان هناك رغبة في تصدير الأزمات وتحريك الدبابات وقطع رواتب الموظفين، ولكن نرى في حكومة السيد السوداني أولا هو شخصية شفافة ومحترمة وعنده نية صادقة
لحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين، لأن المشاكل والملفات العالقة بين الطرفين لا طيب تخدم دكتورة ميادة، لماذا الآن يعني لماذا الآن الاتحادية ولا حكومة الإقليم؟ سابقا لم كنا نسمع بهذا الكلام، يعني كانوا معنا ضيوف من أربيل وكانوا يتحدثون حتى عن مخاوف من تحجيم لإقليم كردستان بعد القرارات التي اتخذتها المحكمة العراقية، سواء من تقسيم الدوائر أو حتى من تقليص عدد عدد النواب، وأيضا مصارف بغداد والرواتب وما إلى ذلك. وبالتالي هل ينظر إلى هذا التغيير بنوع من الحذر، أم أن هناك ثقة تامة بأن الأمور ستأتي فعليا بنتيجة إيجابية؟ أكيد هناك، أكيد تسمعيني أستاذة؟ تفضلي تفضلي. نعم أسمعك. نعم، مثل ما قلت لجنابك، طبعا كان هناك لحد الآن كان هناك شيء من يعني اختلاف في المشهد. الآن المشهد اختلف، لحد الآن كانوا يصدرون الأزمات ويستخدمونه لمصالحهم الحزبية الضيقة، ولكن هذا لا يخدم لا الشعب العراقي ولا الشعب الكردي في إقليم كردستان. فجميع القوى السياسية، وهذه الزيارة زيارة زعيم مسعود بارزاني إلى بغداد كانت رغبة من القوى السياسية العراقية ورغبة من جناب سيد مسعود بارزاني، ليس فقط لحلحلة الملفات، لأن الحكومتان حكومة إقليم كردستان وحكومة السيد السوداني بذل جهدا كبيرا لتوصلوا إلى هذه المرحلة لحلحلة الملفات بين الطرفين، الملفات العالقة. ولكن زيارة سيد مسعود بارزاني ستفتح آفاقا جديدة ولحلحلة الملفات ولحلحلة الأزمات الخارجية، وهناك أمور داخلية وإقليمية واتفاقية سنجار، كثير من الأمور العالقة بين الطرفين. والآن نرى جميع القوى السياسية محبين وراغبين ولديهم الإيمان الكامل بحلحلة الملفات، لأن طيب هذه الملفات وهذه المشاكل لا تخدم الشعب العراقي، ولهذا يجب علينا حلحلة هذه الملفات حتى نستطيع أن نكون يعني بكامل قوتنا في مواجهة الخطورة الخارجية والإقليمية الذي تقارب العراق. دكتور حسين، حلحلنا الملفات الآن، ماذا عن الخطوات القادمة؟ يعني أكيد هو تفعيل العمل المشترك ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في قضايا النفط، في قضايا الأمن، في قضايا الحدود، وفي قضايا السيادة الوطنية هو المسار الأساسي والاستراتيجي، وكذلك بالمقابل مسارات أخرى في الاقتصاد وكذلك توفير فرص العمل. وهنالك نظرة اجتماعية لدى السيد رئيس الوزراء من أن العدالة لابد أن تسود كل العراقيين في تعامل الحكومة معهم، ولذلك هنالك المشاريع الاستراتيجية التي تطلق، هنالك السدود، هنالك تحديات كذلك الآثار والآثار المناخية، قضية المياه، وهذا بالتالي ما يتطلب تعاون فعال خلال المرحلة المقبلة، واستمرار هذا التعاون واستمرار كذلك بالمقابل خطاب العمل المشترك أكثر من خطاب السياسة الذي يعني أنه واجهته الآن القوى السياسية العراقية، من أن تطلعات المجتمع، تطلعات الشعب العراقي وتطلعات كذلك الأخوة في إقليم كردستان يجب أن نعمل سوية من أجل روح الدولة الاتحادية التي تتجه نحو الاستقرار والاستقرار السياسي، وهذا بالتالي ما يحقق التنمية وما يحقق الإعمار وما يحقق كذلك يعني علاقة اتحادية ناجحة ما بين بغداد وأربيل، وهذا بالتالي ما يعني هنالك شراكة حقيقية على أرض الواقع. طيب دكتور حسين، برأيك هل ستتوقف هجمات الفصائل العراقية على أربيل، خاصة مع تهديدها لإسرائيل وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية إن شنت حرب على لبنان؟
يعني لكل حادث حديث، لكن السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني قد حذر حقيقة في العديد من المرات حقيقة، وفي خطاباته سواء في القمم العربية والإقليمية والخليجية وكذلك الدولية، من أن هنالك نقطة أساسية واستراتيجية هي يجب أن يوقف إطلاق النار في يعني من قبل آلة الحرب الأوجاع في غزة، وكذلك بالمقابل النظر إلى حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا بالتالي ما سيقل المنطقة ودول المنطقة ومنها العراق حقيقة من هذه الآثار. والحكومة العراقية تعمل مع القوى السياسية العراقية لإبعاد العراق عن أي تحدي يهدد حقيقة الأمن القومي العراقي ويهدد الاستقرار ويهدد التنمية التي الآن نتقدم بها يعني خطوة بعد خطوة، وهذا بالتالي المسار ملتزم به. لكن بالمقابل لكل حادث حديث عندما يكون هنالك هذا المسار أو هذه النقطة التي تحدثت عليها. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، وشكر موصول لضيفتي من أربيل القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتورة ميادة النجار. قطع ريشي سوناك آلاف الأميال في الأسابيع القليلة الماضية ضمن حملته الانتخابية، لكنه لم يتمكن من تعديل التوقعات بأن وقته كرئيس لوزراء بريطانيا يشهد لحظاته الأخيرة. وعشية الانتخابات التشريعية لبريطانيا يبدو حزب العمال الأوفر حظا في الفوز أكثر من أي وقت مضى، إذ يتصدر نوايا التصويت وحظي بدعم صحيفة ذا سان غير المسبوق منذ عهد توني بلير. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البريطانيون بشيء لم يفعلوه منذ عام 2005، وهو انتخاب حكومة من حزب العمال. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المنتمي لليسار الوسط يتجه لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التي ستجرى غدا الخميس، بما ينهي حكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما. فيما أكد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر على أن أجواء الفوضى والانقسام والفشل باتت تسيطر على حزب المحافظين، مشيرا إلى الانقسام إلى أن الانقسام بدا واضحا خلال حملتهم الانتخابية بحسب تعبيره. مشاهدينا، هذه الصور مباشرة إذن لكلمة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمام مناصريه عشية الانتخابات. إذا فاز المحافظون غدا بخمس سنوات أخرى فلن نرى أي تغيير، المشهد سيتكرر، والدليل رأيناه في حملاتهم الانتخابية، إذ بدأها سوناك بالوقوف إلى جانب ديفيد كاميرون، ثم استعار برنامج لستراس فيما يتعلق بالضرائب، والليلة الماضية استعان ببورس جونسون لحشد الأصوات. لذا عندما أقول إن حملتهم تعمها الفوضى والانقسام والفشل، فالدليل واضح كما رأينا في هذه الحملة، وبالتالي لن يتغير شيء. أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة يوغوف أن حزب العمال البريطاني بطريقه لانتصار تاريخي بالانتخابات، إذ سيحصل حزب العمال البريطاني بحسب يوغوف على 431 مقعدا مقابل 102 لحزب المحافظين. كما أظهر الاستطلاع أن حزب العمال سيحصل على 39% من الأصوات مقابل 22% للمحافظين. أيا كان الفائز في الانتخابات، الحكومة الجديدة ستواجه أزمة ثلاثية الأبعاد بحسب معهد الدراسات المالية IFS. خيار صعب بين رفع الضرائب أو خفض نفقات أو زيادة الاقتراض، لكن المعهد يتهم المحافظين والعمال بمؤامرة صمت باعتبارهم غير صريحين مع الناخبين حول ثمن برامجهم الانتخابية. هذه هي الضرائب التي سنخفضها، وشرحت كيف سندفع ثمنها، وهذا هو الخيار أمام الناخبين في هذه الانتخابات. لن نرفع الضرائب على الدخل، لن نرفع ضريبة التأمينات الاجتماعية، ولن نرفع ضريبة القيمة المضافة.
ريشي سوناك يعد بخفض ضرائب للموظفين والعاملين المستقلين والمتقاعدين. أما كير ستارمر فيقول أنه لن يرفع الضرائب على العاملين أو الشركات ولن يزيد ضريبة القيمة المضافة. الأجواء السياسية تبدو كأننا نعيش في عالم الخيال. معهد الدراسات المالية يقول إن الحزبين غير صريحين بشأن الفجوة الضخمة التي تواجه الاقتصاد، والناخبون أيضاً يعيشون في عالم الخيال لأنهم يريدون خدمات عامة جيدة وضرائب منخفضة. حزب العمال ينوي شطب نظام الإعفاءات الضريبية لغير المقيمين وفرض ضريبة على المدارس الخاصة. أما الحزب المحافظ فينوي خفض ميزانية الدعم وتقليص القطاع العام بهدف زيادة الإنفاق على الدفاع. وفي مجال الطاقة، ستارمر ينوي رفع الضرائب على شركة النفط. في المقابل، سوناك يؤكد أنه لن يفرض أي رسوم بيئية جديدة. وفي القطاع العقاري، الحزب المحافظ وعد بشطب ضريبة الدمغة لبعض المشترين، فيما يقول حزب العمال أنه سيرفع ضريبة الدمغة على المشترين الأجانب. إذا كانت الأحزاب المختلفة تواجه خياراً صعباً بين الضرائب والإنفاق والاقتراض، فإن الناخب البريطاني يواجه خياراً أصعب، حيث يقول الخبراء إن الوعود الاقتصادية للأحزاب المختلفة ليست كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية. كارينا كامل، الحدث، لندن. معنا مشاهدينا من لندن مراسل الحدث مصطفى زارو. أهلا وسهلا بك مصطفى معنا في 19. لنبدأ من آخر ما كشفت عنه استطلاعات الرأي بشأن هذه الانتخابات، وماذا أيضا عن الإجراءات الأخرى المصاحبة للانتخابات، متى يبدأ الصمت الانتخابي وأيضا عمليات الاقتراع وكل الإجراءات والتحضيرات؟ يعني التفصيل أنه تقريبا ما يقارب من 9 ساعات من فتح صناديق الاقتراع لكي يصوت الناخبون البريطانيون في هذه الانتخابات المثيرة التي لم نكن نتوقع أن تكون في شهر يوليو، وبالإشارة إلى أن الانتخابات في شهر يوليو هي محدودة جدا، لا تتعدى 4 انتخابات شهدناها منذ أكثر يعني تقريبا 2 قرن من الزمن. بحسب الاستطلاع التي تم الإشارة إليه، حزب العمال في اتجاهه إلى تسلم السلطة من الحكومة المحافظة في بتحقيق أكبر فوز في التاريخ، يعني منذ أكثر من 196 سنة، يعني تقريبا 2 قرن من الزمن منذ أن بدأت هذه الانتخابات عام 1832. هذه التوقعات إن صدقت سيكون حزب العمال بمقاعد تصل إلى 431 مقعد في البرلمان، يشكل حكومة بأريحية ويمكن أن يمرر القوانين التي يريد أن يمررها لدفع بالبلاد إلى الأمام كما يقول، والارتقاء إلى مستوى يعني المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن هذا الاستطلاع ويعني الملفت للنظر وهو أن حزب المحافظين سيتعرض لأسوأ خسارة في تاريخه ب 102 مقعد فقط، يعني كانت أسوأ نتيجة له تقريبا ب 156 مقعدا. أيضا الملفت أيضا في هذا الاستطلاع وأن 16 وزيرا سيفقدون مقاعدهم في البرلمان، من بينهم وزير المالية جيرمي هانت، بالإضافة إلى شخصيات يعني كبيرة وازنة في حزب المحافظين، سينتهي بهم الأمر خارج يعني كما يقال يعني ويستمنستر فيليج، وهو القرية قرية ويستمنستر حيث يتواجد البرلمان، وبالتالي هناك يعني أرقام مخيفة ومقلقة لحزب المحافظين الذي يقول بأن سيحاول أن يكسب كل صوت ويحث الناخبين بالتصويت لحزب المحافظين ولا لحزب الإصلاح، الذي سيفتح الباب أكثر إلى حزب العمال للعودة إلى السلطة بعد غياب دمى 14 عاما. طيب مصطفى، ما الذي يعنيه يعني دعم صحيفة سان لحزب العمال عشية هذه الانتخابات؟
المعروف تاريخيا بأن يعني تأييد الصحف وخاصة الشعبية منها ومنها بالتحديد صحيفة الصن المملوكة لإمبراطور يعني الإعلام الأسترالي ميردخ، والذي يمتلك أيضا عدة صحف أخرى من بينها ساندي تايمز والتايمز. هذه الصحف يعني تعطي إشارة بأن يعني حان الوقت للتغيير، وهكذا جاء في عنوان عريض لصحيفة الصن تحت شعار أن حان الوقت لتغيير يعني المدرب أو المسؤول، وكانت هناك صورة للمدرب المنتخب الإنجليزي ساوثغيت، لكن قالوا إنه ليس المدرب لكرة القدم المنتخب الإنجليزي بل للقيادة البريطانية، وبالتالي كان هناك تلاعب بالتعبير وأيضا بالصورة. يعني عندما شاهدت العنوان قلت يعني سألت فعلا هل هناك مطالبة بتغيير المدرب الإنجليزي ساوثغيت الذي يقوم حاليا مع أفراد المنتخب الإنجليزي في كأس أوروبا، ويعني على وشك أن يقابل يعني في الدور الربع النهائي، وصل إلى الدور ربع النهائي، وبالتالي كانت حقيقة ورسالة إلى عامة أو قراء هذه الصحيفة التي كانت من قبل عندما تختار شخص معين لقيادة البلاد فإنه يفوز، ولكن ربما الوضع اختلف يعني كثيرا في في السنوات القليلة الماضية، لأن هناك اعتماد كثير على المواقع الإلكترونية. طيب مصطفى، يعني السؤال هنا، لماذا هذا التغيير في التوجه اليوم وتوجه الناخبين إلى اختيار حزب العمال بعد كل هذه السنوات، سيما وأن البعض يقول بأنه ليس هناك اختلاف كبير في السياسات بين حزب العمال والمحافظين ما يتعلق بأزمة المعيشة وأزمة الضرائب وما إلى ذلك، وأيضا هناك جانب آخر للمرة الأولى ربما أيضا يشارك المغتربون في هذه الانتخابات، وبالتالي إلى أين ستذهب أيضا أصوات هؤلاء؟ حقيقة يعني بالنسبة للانتخابات في بريطانيا هناك دورات، يعني بعد فترة ربما الناخب يشعر بملل، وخصوصا إذا ما كانت ظروفه الاقتصادية غير جيدة مثل ما شهدناه في الأونة الأخيرة. حزب المحافظين يعني خصوصا أنا أتحدث الآن عن ريشي سوناك الذي قيادته لم تكن ناجحة على الإطلاق بسبب الأحداث التي سبقت استلامه القيادة في المملكة المتحدة، وتبعات هذه الأحداث من بينها مثلا يعني كورونا التي يعني أحدثت مشاكل اقتصادية كبيرة. وبالمناسبة بأن المملكة المتحدة وفرت رواتب ما يقارب من 80% لهؤلاء الذين لم يكونوا يعملون في تلك الفترة لأكثر من سنة، ولكن حان الوقت لدفع هذه المبالغ المالية التي قاربت تقريبا 390 مليار جنيه استرليني، بالإضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا التي كان لها تبعات اقتصادية مقلقة للغاية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، بسبب أيضا الغلاء بشكل عام في خلال هذه الفترة، وبالتالي لم يسعفه الحظ. بالطبع كان وزير مالية يعني ناجح للغاية، كان يدير الاقتصاد بشكل جيد، لكن عند استلامه لقيادة السلطة الوضع تغير تماما، والسبب يعني ليس بسببه ولكن بسبب الأحداث التي وقعت، بالإضافة إلى سلفه ليستراس التي ربما هي كانت وراء غلاء المعيشة خصوصا فيما يتعلق بالرهونات. يعني نسبة التضخم زادت وصلت إلى 11%، بالإضافة إلى أن الرهونات العقارية ارتفعت بشكل مخيف، وبالتالي بعد 45 يوما في القيادة اضطرت ليستراس للتخلي عن الحكم واستلم ريشي سوناك، لكن لم يسعفه الحظ، وضع أولويات يعني تم تحقيق بعضها ولكن أغلبيتها لم ينجح في تحقيقها. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من لندن مراسل الحدث مصطفى زارو. مشاهدينا قبل الختام نذكر بهذه العواجل الظاهرة أسفل الشاشة، إذن حركة حماس تتحدث عن إيجابية فيما يتعلق بصفقة التبادل خلال تواصلها مع الوسطاء. ختام 19 يلقاكم الزميل مبروك صغير بعد قليل، إلى اللقاء.